هاي للمرة 29 بحكيها مرة 29 عيطوا لهون حكيم مستعجل على المستشفى قالوا في واحد مغمى على قلبه أبدا مثل ميت. وصل الطبيب لقط له النبض تبعه والتفت بالسرعة قال له يا هو ميت يا ساعة وقفة. من اللي على الحكمة وكمان واحد عن الحكيم. الحكيم بالمرة غشيم من زمان مش من زمان طبعا. وصل المريض هيك صار بده يعمل له استحق قدام الناس. الحكيم شو قال له؟ قال له ساخن. قال له هلا وقت تمرة يا عمي يا الله وخي ليش تسخن؟ قال له خي سخنت والله. قال له كي هلا وقتها. طب بدي مش عارف كل هذا بدي اختار. قال له احلى شوف المريض عمل. قال له قوي بعد. قال له قوي كمان عمل. قال له روح معك احا حبيبي. حزر تعالي حزر بيحة منيحة عم نسلم الجمعة الماضية. مش معقول منه مش معقول تاني ده في ربك خبرني شريكتي انت كمان. انا لا انا شو بعرف اللي منك انت لوجودك لا لا صافي اليوم راحت علي. نتسلى والله نتسلى وحياة الله استني بيضحك والقلب حزنان. مش عم نحكي كتر خارة لما كتفين مثل شو القلب حزنان مش على شيء لانه بتعرف منا نخلص منا ان شاء الله الله عين الله راد يا عيني لشو لبنان بهمه صعوبات او بهمه شيء يعني الله خلينا الجاي صرنا عم نحكي عن من نكت في كتار ما بيعرفوش يروا نكتي ولا بيعرفوش ينتخبوا نكتي. معروف عني انا بروي نوادر. جيت مره جبت الاسطوري تبعي اعطيني المايه وغني مبسوط فيها هيك سمعتها لواحد زحليوي بعد ما سمعها قال لي وين النكتي هاو؟ وين النكتي هاو؟ قتلني فيها من ساعتها عرفت. لنعود شو بدنا نسمع من صبوحة من هالاشياء اللي رح تقوليها بالجبين؟ عامل لي استاذ وليد لحن سجلته فهلا استاذ فيليمون عامل لي لحن حلو كتير بس بعد ما سجلته عم بحفظ الله كل استاذ وليد عامل لي لحن كتير حلو رح اقوله ورح غني ابو الزر يا يا كتر خير الله مطرح ما بتروحي بروح الخير بوجهي. شو اسمه الدنيا وجاه وعتاب مطرح ما بتروحي وان شاء الله بده يكون نجاح. مغيرين باللبس عاملينه ستيليزيه محورينه شوي فولكلور بس على مودير اكثر. فزاعة بحديث الاذاعه مدام فوني سالتني قالت لي شو عملتي لبس لامريكا مخصوص عملتي؟ قلت له لا الموجود عندي اخذته لبسته. قال يعني اذا امرأتي مثلا بفترينا واستحليتي فستان ما بتشتري؟ قلت له اذا ماديات منيحه بشتري اذا مش منيحه ما بشتري ضروري يعني البس. احيانا بضل سلي ما بقص شيء واحيانا بقص بسطين كتير بس هالقعدة تغيرت مهرجان جبين قصيت كتير. بالنتيجة ما في شيء بيضيع بس يكون في شيء منيح بياخد ثمنه وبكفيكي هالجمهور هذا هالجمهور اللي ربيتيه بكذا من السنين رايحين هونيكي. طيب انا بدنا نفرجيهم مصدر صغير على كل حال نحن عم نعمل اللي علينا وما بقدر اكد لك انه نحن بدنا ننجح نتامل على المرأة ان يسعى. نحن عم نعمل المستحيل انه نقدم شيء يعني نفتخر فيه ويكون ناجح. العناصر اللي موجوده واللي عم تشتغل مبدئيا كفاله انه يكون عمل ناجح لكن هالكفاله قديش ان شاء الله صحيح. استاذ نجيب قديش مدته البرنامجك عم اليوم؟ لا والله مش عارف قديش مدي مش عارف سالونا انا هلا ما خلص هذا اخر هذا ليله الوداع هذا اخر برنامج. يا الله وحي طلع زعل لا انت اربع سنين تطلع مره يا رب اربع سنين مره لقطتك اربع سنين بس عوضت عن وحي طلع شو زعل لك وحي طلع زعل لا هلا ما تحدا شو تزعلش كرمال اذا فرجيك شو عم بقول لك عني انه هيك يعني كتر خير الله هيك بحبونا شوي الناس عم بتصيد كنت صب الكورة هوني وين بالذات هوني كتروا علي الناس ما عادش يجي طاير وعرفوا اني حبونا هيك صرت احكي لهم سلا هربت منه وقفت على جانب تاني في واحد سال قال له دخلك مكان هون وين راح؟ قال له ما بعرف وين راح بدي اشوفني كمان ركض لي رجلك علي قال لي اسس في المون هون؟ قلت له شو بدك منه هذا مجدوب حمار بتعرف شو عميل؟ قال لي قول بعيد وحدك حمار وحدك مجدوب قلت له انا يا عمي بدي اقتلني قلت له انا يا عمي قال لي انت بوسك حبيب قلبي يا اخوان انا مصدقها احسن شيء مره اعطوه قربي كيف اسحب قلت له تفضل اعطوه قربي
فالأرنبي مرته انبسطت كتير انه هاي الأرنبي يعني هيك يا حرام يا فيليمون تقول له بس طلعك قال بس هيدي ناصحة كتير بتاكل كتير بحي هلا. مالش قلبك بحي بسرعة. رح خبركم وحدي والله صارت معي. صديق لي بيعزمني على مرجعيون. مرجعيون؟ على مرجعيون هاي بلدك بضل يقولولي ما بحكي عن مرجعيون وكرمال عينتك وكل مرجعيون كرمال عينتك وكرمال عينتك. ركبت معه هالسيارة فتنا على مرجعيون صار يعرفوني وهالتلفزيون فضاح حنكش 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 فتنا على مطرح تاني حنكش حنكش عالتالي حنكش حنكش أنا صرت أعرق لأنه اللي معك بينزعج قد ما يكون. وصلنا على هوني مطرح بيجي المستخدم تبعه لصديقي العزمني وصل هيك ضربه سليم بيقول له اللي عزمني للمستخدم تبعه قال له بتعرفه؟ قال له ولو منو؟ قال له فيلم موهبة. حرفيا انا برد بحبها كثير وبحب نكتك وبامرار برددهم للشرف هذا اللي كان عمال بتغني وعم بتصنع واحد. انا عجبتني كثير نكت بجنن على عم بغني ليلي هذيك عمل وحده يتطور هيك ويعمل هيك ويا ليل وعم طرب هون منه يا ليل يعمل هم. قال له مطروب كتير يما شو كيف لقيت؟ قال له لا صباطي جاي. قال له يا عيني عليك شو مزوي يا ليل جابر بتعرف هي حلوة طبعا الهرب المدرب العسكري السيادة ايه قال له لاش هربت؟ قال له هاي رخصة. قال له لاش هربت؟ قال له هوريك معلش رخصة مش انا حكيتها وانت انت حكيتها وحيط الله عفيت لك يا حرام الأول. لا حرام دخيلك خبرك دخيلك خبرك وحيط الله نسيها الاسحى اللي مخبرك اللي مخبرك عم نتصيد ثلاث اربع صيادة شوي نحن ببستين هيك حرام معهم حق اني في كبوش وفي مشمش وفي ليمون وفي خوخ وفي هذا وراكد لك هون واحد بالعصاية هاي الحلوة وراكد لك واحد بالعصاية ولاد الهيك وهيك واخدتوا العنبات وشعطوا الجنينة وقبلتوا الكذا وكذا واحد من النهار وصل للتاني معه عصاية بتلع عرفة تلات متورة وابدا البدر وقت الواحد وصل لهون واحد معنا واحد حدك بنقني وبس وصل لي قالوا شش فنجروا عناي هذا السيد معي فنجروا عناي هيك فزع منه فزع منه رد واجى لي قلت انا من اللي مشيت الضاع صرت قال له قال لي يا اولاد هيك وهيك خرسان وطرشان شو جاي تتصيدوا طيب على هيدي في قبل ما نسمع الاغنيه في كتار معهم تيك مثلا هو قاعد شو بيعمل هيك او بيعمل هيك او بيعمل هيك معهم تيك رجال مجوز وعيب هالليل وصار يصوفر قال له مرته شو بيك قال له ايه دخلت صوفرة كل الليل خوت مرته تاني يوم اخذوه لعند سبيسياليست بالتيك فاتوا لعند الحكيم قال له دكتور شو بيك قال له يا دكتور وعيت بهالليل حطوا لي مي سخني مي باردي راح اخوت خلصني من هالتيك الحكيم معه غير تيك كمان جاب دواء قال له خذ البرشيني بتجرب على مرتين كيف ارجع قال له متشكر قال له مع السلامه راح على البيت بعد جمعة رجع باثنين تيك قال له دكتور لا 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 كان ماشي حالنا بال هلا لا خلي لك ليش ابي انا العب حكيت لقديم فرزلي يا حرام قال لي وعد صح يا حرام